من ضمن الأسئلة، أنا مدرس وهو للأذان إذا أذن وأنا في شغل الدروس، هل أترك الدرس وأصلي استجابة لنداء الله ولا لا يجوز أصلي بعد الدرس عشان أكون براحتي ما أكونش فيه استعجال؟ يعني ده سؤال تسأل فيه دار الإفتاء المصرية، ما تسألنيش أنا بخصوصه. لكن في ناس على فكرة بتلعب لعبة لطيفة جدا، يعني بيبقى في مثلا وقت أكتيفيتي مثلا معين يروح مديه للطلبة وفي الوقت ده هو بيصلي، يخلي وقت البريك ساعة الصلاة. يعني مش لازم يبقى دايما العين في وسط الراس بهذه الطريقة، خليك ذكي. أنت عارف مثلا موعد الصلاة كذا، بخلي فيه البريك اللي أنت المفروض كنت تديه للطلبة عشان يريحوا ويفصلوا يكون في ساعة الصلاة، فساعتها الناس تصلي، وده اللي دايما يكون الواحد بيشوفه. لكن انت بقى تقول لا انا في الوقت ده انا عاوز ادي درس، وفي نفس الوقت دي اسال فيها دار الافتاء عشان يدي لك وجهة النظر. انت ممكن تخلي التسميع التحريري وقت الصلاة او البريك او هكذا، بحيث انك تصلي وربنا يتقبل يا سيدي، واسال دار الافتاء وما تسالنيش، انا لست مفتيا.